تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام. ها نحن نلتقيكم في تغطية رياضية جديدة وخاصة من برنامج المستطيل الآسيوي الذي كنا من خلاله معكم طيلة أيام البطولة، وسنستمر بإذن الله حتى المباراة الختامية لبطولة أمم آسيا المقامة حاليا في الإمارات. اليوم نتواصل معكم والمباراة المفصلية ضمن الدور نصف النهائي من البطولة بالتأكيد سيكون لنا اليوم أيضا وقتا مخصصا للحديث عن مشاركة منتخبنا الوطني والحالات والأسباب التي أدت إلى خروجه من بطولة أمم آسيا. كل هذا وذاك سيأتيكم مع محللي المستطيل الآسيوي الكابتنين كريم صدام وسعد قيس نجمي المنتخب العراقي سابقا، ولكن بعد الفاصل وخليكم ويانا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مع المستطيل الاسيوي، وايضا ارحب بالكابتنين الكبيرين العزيزين كابتن كريم صدام. الله يبارك فيك. شكرا استاذ بلال. شكرا مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا كابتن سعد قيس. اهلا بك. اهلا بك. مساء الخير عليك. اخباركم احوالكم؟ تمام الحمد لله. تمام الخير. امور طيبه؟ الحمد لله طيبه. طيب سأذهب إلى اللقاء اليوم. كما تعلمون اللقاء كان حاسما بين المنتخب الياباني والإيراني. سنتعرف على تفاصيل هذه المباراة وأعود لتكملة حوار وتفاصيل ومحور هذه المباراة. مشاهدينا نبدأ رحلة فقرات المستطيل الآسيوي مع الدور نصف النهائي من البطولة. فيها تأهل المنتخب الياباني إلى نهائي البطولة الآسيوية بعدما تغلب على نظيره الإيراني بثلاثية بيضاء في نصف نهائي البطولة، وقد شهد الشوط الثاني تغييرا جذريا في أحداث المباراة التي أنصفت تفوق الحاسوب الياباني، وينتظر المنتخب الياباني في المباراة النهائية المتأهل من مواجهة الإمارات وقطر المقررة غدا الثلاثاء. مشاهدينا التفاصيل في القراءة التالية نتابع. بلغ منتخب اليابان نهائي كأس آسيا بعدما تغلب على نظيره منتخب إيران بثلاثية بيضاء في نصف نهائي البطولة. دخل المنتخبان أجواء اللقاء سريعا، وظهرت جديتهما في البحث عن اقتناص هدف سريع يعزز من فرصة التأهل للمباراة النهائية. بدأ منتخب اليابان يبحث عن ثغرات في الخط الخلفي لمنافسه من خلال تناقل الكرات وتبادل المراكز بين لاعبيه، ولكن جاء الرد الإيراني على تلك الفرص سريعا، حيث تسلم المهاجم سردار كرة داخل منطقة الجزاء ليتلاعب بالمدافعين ويسدد بدقة، لكن الحارس الياباني جوندا حول مسار الكرة باللحظات الأخيرة لتخرج ركنية. سيطر بعد ذلك الحذر على تعامل المنتخبين مع معطيات المباراة لتتراجع وتيرة الهجمات، لينتهي الشوط الأول سلبيا بين الفريقين. وفي الشوط الثاني ومن هجمة مرتدة سريعة أحرز منتخب اليابان هدف السبق بعدما توغل مينامينو وسقط داخل منطقة الجزاء ونهض وسط شرود ذهنيا لمدافعي إيران ليرسل الكرة بالعرض، ووجدت أوساكو ليسكنها برأسه داخل الشباك الإيرانية في الدقيقة 56. ولم يستيقظ لاعبو إيران من صدمة الهدف الأول حتى شهدت الدقيقة 67 احتساب ضربة جزاء لليابان، حيث ضربت كرة مينامينو بيد مرتضى بورعلي، وبعد التأكد من صحتها عبر تقنية الفيديو نفذها أوساكو بنجاح.
أوساكو في الشباك عشان. وعرف منتخب اليابان كيف يتعامل مع ردة فعل نظيره الإيراني، حيث عمد إلى قتل اللاعب واستهلاك الوقت للمحافظة على التقدم، وأحرزت اليابان الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المضاف بدل الضائع قبل نهاية المباراة، بعد هجمة ملصقة انفرد على إثرها هاراجوتشي ليسددها بثقة داخل الشباك، ليخرج منتخبه فائزا في النهاية بثلاثية للا شيء. وينتظر المنتخب الياباني في المباراة النهائية المتأهلة من مواجهة الإمارات وقطر. أنتم مع المستطيل الآسيوي مشاهدينا الكرام، وأيضا معنا الكباتن. نبدأ كابتن كريم، يعني اليابان، المنتخب الياباني شاهدناه اليوم يعني أكثر ثقة، أكثر انضباطا، يعني شاهدناه اليوم بتركيز ودقة عالية جدا، بحيث هذا المنتخب دخل المباراة ويعلم ماذا يريد. بداية تحية لك أستاذ بلال، كابتن سعد، مشاهدين الكرام. فعلا اليوم شوف التصاعد الفني بدأ بالفريق الياباني، شفناه بشكل آخر اليوم بوضع غير المباراة التمهيدية. حقيقة تفاجأنا مستواه بداية البطولة، قلنا مو هذا الفريق المرشح ممكن يوصل للنهائي، لأنه تعرف معاييرنا بتقييم الفرق كانت على ضوء المستوى اللي قدموه، فما كانوا يعني كسبوا ثقة الشارع الرياضي. ولربما كان غرور الفريق الإيراني إلى دور بهذا الموضوع، فحيث كل الأرقام كانت تؤشر أن الفريق الإيراني هو الأرجح، هو الأكفأ بالترشح للمباراة النهائية من خلال الإعلام، من خلال ما قدم المستوى، وعلى الورق كإيران أفضل من فريق الياباني. بس مثل ما قلت حضرتك، يعني مثل اليوم ظهر بشكل آخر بوجه جديد الفريق الياباني، وقدر يفاجئ الفريق الإيراني، وهذا ليس بغريب على الكرة اليابانية، يملك أدوات حقيقة رائعة، يعني تعرف أغلب جل لاعبين يلعبون بالدوريات الأوروبية، فاليوم ظهر بشكل جلي بهذا الموضوع. كابتن سعد، كنا متفقين بأن المنتخب الياباني في المباراة السابقة يعني لم يكن بالمستوى المطلوب، لم يكن ذلك المنتخب كما رأيناه مقنعاً في الفترات، لكن يعني بصراحة هل المنتخب الياباني لديه القدرة على التأقلم في كل مباراة، في كل ظروف مباراة، في كل أجواء لمباراة؟ أستاذ بلال، يعني لربما أشوف برؤية أخرى، يعني صراحة أنه ما كان مقنع، لكن أنا أقول أنه هذا المنتخب الياباني إلى فكر، إلى فكر، إلى والدليل انه هو في اغلب المباريات التمهيديه يعني ما كان يفوز اكثر من هدف، لربما حتى حطم الرقم القياسي بهاي الحاله انه فارق هدف وهذا. لكنه ارجع واقول لك انه انا مو اعتقد، يعني صرت بعد مباراه اليوم متاكد انه الفريق الياباني يملك فكر، يملك لانه هذا الفريق يملك الروحيه، طالما اكو الروحيه اتوقع منه اي شيء. والدليل انه هو لعب مع اوزباكستان بالفريق الثاني، يعني لعب بالفريق الثاني، يعني لربما لو كان خسران مع الفريق لما تغيرت صورته انه راح مجموعه اخرى، لكنه هذا الفريق انا متاكد انه هو يملك فكر، والدليل انه دخل في هاي المباراه بشكل آخر عن كل المباريات اللي احنا شفناها للمنتخب الياباني، ولذلك البعض لربما ما تفاجأ بالمنتخب الياباني. لكن ارجع اقول لك هنا انا اقصد التأقلم، يعني لا هو لديه القدره على التأقلم حسب اجواء المباراه. هذا صح، والدليل انا يعني حتى قبل البرنامج قلت لك انه المنتخب الياباني لو مشاركين فريقين بالبطوله، الفريق الثاني والفريق الاول، لربما الفريقين يصعدون للنهائي، لان هذا الفريق يحمل فكر، يعرف شو يريد، يعرف هو لوين يريد يوصل، وهذا ما تشوفه بالفرق الاخرى الموجوده بالبطوله الصراحه. كابتن كريم، يعني انت تعلم الاستقرار مهم في عالم كره القدم. اليوم كان المنتخب الإيراني نموذج لهذا الوضع من خلال وجود كيروش، يعني خلال 7 سنوات أو مدة طويلة مع المنتخب، بالتالي كل العوامل تصب في منفعة هذا المنتخب من ناحية العمل الاتحاد، بحيث وجدت استقرارا تدريبيا ولاعبين وهكذا. لكن الجميع كان يعني خصوصا المتابعين أو المحبين المنتخب الإيراني يعني مستغربين
كانوا يعتقدون بأن هذا الاستقرار سيجعل المنتخب الإيراني يبتعد كثيرا لربما يصل إلى المباراة الختامية. وهذه الثقة لربما كان سلبية مثل ما قلت لك، يعني ثقة اللاعبين بأنفسهم، ثقة الإعلام، ثقة الكثير من المراقبين والفريق. خلاص أنا واحد من العالم لربما مختلف مع الكابتن قيس سعد أنه الفريق يوصل لنهاية المطاف، يعني لأن معاييرك الورق سجلت أكثر، عنده خط دفاع جيد، حارس جيد، فأنت أكيد تبني توقعاتك على ضوء ما تشوفه من معطيات هذا الموضوع. فالفريق الإيراني حقيقة اليوم ظهر بشكل آخر، يعني الشوط الأول كان متوازن، فريقين كانت الفريقين جلسنا ضغط تقريبا الشوط الأول، ما كان أكو فريق يعني في الكفت على الآخر بقدر ما تقدير الشخصي كانت حيازة الفريق الإيراني أكثر. بالدقيقة 22 أول فرصة كان ضاع الفريق الإيراني، لو سجلت من قبل سردار لربما كانت غير شكل المباراة بصورة عامة. الشوط الثاني أكيد كان شوط مدربين، شوط فكر، فريقين يملكون أدوات نجاح حقيقة، المدرب ممكن يعمل بهم بأي فكرة ممكن يوصلوها. لربما تقدير الشخصي أنه ضعف التغطية بالنسبة للفريق الإيراني والخطأ اللي اعتبره ساذج من قبل اللاعبين، اعتمدوا على صافرة الحكم بإعطائهم فاول بينما الفريق الياباني كمل بهالموضوع. حتى لو سجل هدف مثل ما قلت حضرتك، 4-5 لاعبين إيرانيين في منطقة الدفاع، هنا ضعف التنظيم الدفاعي، وشوف كرة جانبية قدر يسجلها المهاجم الكوري أوساكي، حقيقة لاعب متميز، لاعب يملك فكر رائع. طيب كابتن سابقة معك حتى لا نبتعد، لأن بعدنا بالشوط الأول، يعني أنا اليوم لاحظت المنتخب الإيراني، احنا متفقين بأنه منتخب قوي، منتخب متمكن، لكن أنا وجدت لا يزال متمسك بأسلوب معين، لا يزال متمسك بالعمل على أخطاء الفرق الأخرى، صح. وهذا لربما جائز، ولكن هاي الحسابات ليس مع كل الفرق. اليوم أنت تواجه منتخب اليابان معروف فريق منضبط بالدقة أنا لربما أخلي الداخل وياك أستاذ بلال. أنا أشوف أن اليوم المباراة، يعني مثل ما حكينا عن الكابتن كريم وياك مينة، اليوم المنتخب الياباني فاز ذهنيا وبدنيا الصراحة. يعني كيف ذهنيا؟ انه مثل ما قال الكابتن كريم، المنتخب الايراني داخل مع هاي السمعه، افضل فريق مسجل اهداف، ما داخله عليه ولا هدف بالمناسبه لحد هاي المباراه. ذهنيا بعد الهدف الثاني المنتخب الايراني انهار، ماكو حلول. المنتخب الياباني ما زال يركض، ما دا يوقف هذا الفريق، يعني شلون ما تعرف. ولذلك انا اشوف انه ذهنيا اليوم وحتى بدنيا المنتخب الياباني استطاع ان يسيطر على المنتخب الايراني، اللي هو في اغلب المباريات اللي خاضها كان هو يتفوق بدنيا وذهنيا على الفرق الاخرى. كابتن كريم بالنسبه لسؤالي، هو لربما اتفق ويا الكابتن سعد انه الفريق الياباني تحضر ذهنيا وفنيا، يملك ادوات التحضير، يملك ادوات اللعب فيها هكذا مباريات، فريق يملك لاعبين متميزين وخصوصا منطقة الدفاع تعرف أخطاهم جدا قليلة، ما انطوا هدف بخطأ دفاع بقدر ما كو حالات لعب. فسلاح الفريق الإيراني كان على مثل ما قلت حضرتك على أخطاء المدافعين اليوم حتى بالمباراة السابقة الفريق الياباني ما كان يعطي أخطاء فردية شخصية، لأن يعني تعرف يملك لاعبين يلعبون بالدوريات الأوروبية، يملك لاعبين يلعبون في فرق مهمة بالدوري الإنجليزي، بالدوري الإيطالي، فكانت أخطائهم جدا بسيطة. لذلك شوف فقد سلاح مهم جدا الفريق الإيراني، فوارق فنية يعني بالنسبة للمنتخب اليابان انضباط عالي اليوم. يعني هو قلت لك لاعبين كابتن، شوف أنت كمدرب إذا ما تكون أدواتك بمقدار فريقك وسمعتك صعب تحقق نتائج. لذلك شوف إحنا نقول المدربين أحيانا شوف اسم كبير مع دولة صغيرة ما عنده أدوات، فشوف المدرب يفشل، بينما اليوم شوف المدرب الياباني المحلي يعرف أدواته، يعرف لاعبين، استقطب لاعبين مؤثرين وقدر يحقق نتيجة إيجابية. لديك ضغط. لا وبالتأكيد هو اليوم كابتن مثل ما قال، هو سؤاله كان جدا مهم، يعني أشكرك يعني أنه لا جديات، أنه أنت الفريق الإيراني والدليل أنه مع الصين، إيران مع الصين، صحيح أخطاء دفاعية، إيران استغلت الأخطاء الدفاعية للمنتخب الصيني، ثلاث أخطاء بثلاث أهداف. اليوم العكس صار في هاي المباراة، اليوم اليابان استغلت أخطاء المنتخب الإيراني عفوا، والدليل أن الهدف الأول اللي حكينا به المفروض اللاعب دائما ينتبه إلى صافرة الحكم،
ينتبه ويعتمد على الحكم، لا هم كلهم وقفوا وصبروا انه اكو فاول وراح اللاعب الياباني حوله وصار جول. فلذلك هم استغلوا اخطاء الفريق. لكن كابتن اني جزء ايدني او لا، هل اليوم المنطق بالفعل المنطق اليوم في هاي البطوله تفوق على الاداء؟ صحيح، على الاداء وعلى على الجماليه، على الحيازه، على الحيازه بالضبط. يعني المنطق هو تفوق في هاي المباراه. طيب، لدي اخبار متنوعه عن بطوله اسيا سنتابعها معا، وبعدين نعود لتكملة الحوار عن هذه المباراة اللي مباراة مهمة. مشاهدينا، الآن نتوقف مع مجموعة من الأخبار السريعة التي تخص البطولة الآسيوية. فبين ثقة مدرب الإمارات بفريقه الحالي ودعم الجماهير لمنتخباتها إلى روح التحدي والطموح للاعبي العنابي بمواصلة المشوار بنجاح، إلى اعترافات المنتخبات المشاركة بأخطائها الإدارية، إضافة إلى أخبار وتجديد الثقة بمدربي المنتخبات الأخرى جراء المستوى الجيد الذي قدم من قبل منتخباتها بالبطولة. هذه وقفة مع تبعات البطولة الآسيوية، نتابع. أقر الإيطالي زاكيروني مدرب الإمارات بصعوبة تكرار إنجازه في الفوز بكأس آسيا مع اليابان في عام 2011، لكنه عبر عن ثقته في قدرة فريقه الحالي على عبور قطر في الدور قبل النهائي. قدم لاعب المنتخب الإماراتي خليفة الحمادي شكره للجماهير على مساهمتهم الفاعلة في دعم مسيرة المنتخب، واعتبر تشجيعهم المتواصل للاعبين واحداً من العوامل الأساسية التي منحت الأبيض التفوق على منافسه. أبدى خورخي بوعلام لاعب المنتخب القطري رضاه التام عن مسيرة منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا، مؤكداً أن المنتخب منذ البداية وضعت له استراتيجية للتعامل مع البطولة خطوة خطوة حتى حصد اللقب. تمنى هداف البطولة القارية برصيد 7 أهداف المهاجم القطري المعز علي أن يستمر منتخب بلاده في الوصول إلى آفاق جديدة، وذلك بعد أن بلغ العنابي الدور قبل النهائي لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه. اعترف اتحاد الكرة السوري بأخطائه وقدم اعتذارا رسميا لجماهيره بعد الخيبة في بطولة كأس آسيا، وكلف المدرب فجر إبراهيم بقيادة سوريا، وكان الاتحاد السوري قد منح صلاحيات مطلقة في البطولة للمدرب الألماني المقال ستانج. أعلن المدرب البلجيكي للنشمة فيتال بوركلمانز تجديد عقده مع الاتحاد الأردني لكرة القدم ل4 سنوات مقبلة، لكن الاتحاد الأردني لم يصدر أي تعليق رسمي في هذا الشأن، وكان منتخب الأردن قد خرج من الدور الثاني لبطولة كأس آسيا أمام فيتنام. أنتم مع المستطيل الآسيوي مشاهدينا الكرام. نعود إلى الكباتن كابتن كريم. الشوط الثاني كان المنتخب الإيراني في بدايته يسعى لإحراز هدف السبق طبعا للإطمئنان، طالما لديه يعني خطوط متماسكة خط الوسط والخط الدفاع، لكن هذه المحاولات لا أعلم هل لم تكن طبعا بالشكل الصحيح، أم الانضباط العالي للمنتخب الياباني طبعا لم تفسح المجال أمام المنتخب الإيراني في بداية الشوط الثاني؟ هو شوف كابتن بلال، دخلنا نفس الخيار الأول، بدأ بالشوط الثاني مثل الخيار الأول، كل فريق يجلس نوال خوفا من دخول الهدف مفاجئ على فريقه. لذلك شوف كل مدرب يفكر أنه يحافظ على هدفه ويعتمد على الهجمات المرتدة وتبقى إمكانيات أو جهود لاعبيك اللي ممكن شكلوا خطورة على الفريقين. الفريق الإيراني كان معتمد على سردام اللاعبين الرائعين حقيقة اللي قدر يثبت حضوره بهذه البطولة. المشكلة لربما اتفقنا على مبدأ أنه الثقة بالنفس ربما تفوق أحيانا تخليك في متاهات في غنى عنها، وهذا اللي صار مع الفريق الإيراني. كرة مرتدة سريعة، سوء التعامل مع هكذا كرة من فريق الدفاع الإيراني، سوء التغطية، اعتمدوا على 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 الحكم قبل يصفر، وتعرف مثل ما اتفقنا مع الكابتن سعد أنه صافر هي توقف ويتحدد عملك بالمباريات. الكرة استغلها الفريق الياباني واستغل ضعف التنظيم الدفاعي بالنسبة للفريق الإيراني، وقدم من كرة واحدة يحولها إلى هدف، وهذا حقيقة أحبط
الروح اللي كان يحملها الفريق الإيراني وعزز الثقة للفريق الياباني. عذرا الفريق الإيراني صار عنده إحباط إنه ما توقع يسجل عليه هدف في هذا وقت، لأن أول هدف بالبطولة في مباراة مصيرية بتقدير الشخص الهدف هذا سوى له إحباط للفريق الإيراني. كابتن سعد، المعطيات توضحت لنا بأن يعني خلال المباريات السابقة ومباراة اليوم بأن المنتخب الإيراني يلعب بقوة دفاعية، يعتمد اعتماد كلي على الكرات الطويلة، بالتالي لديهم مهاجم سردار، لديه مواصفات خاصة بالتعامل مثل هكذا حالات. لكن بالمقابل هذا الأسلوب لربما نجح معهم. هل من المفروض كيروش الاعتماد على نفس الأسلوب وأنت تلعب مثلاً أمام منتخب كبير مثل المنتخب اليابان؟ أنا مش شاهدت مش شاهدت منتخب إيران يلعب كرات طويلة، لكن تعرف أنت لكل مباراة ظروفها، لما أنت تكون خسران اثنين وما قاعد تلقي حلول، ماكو حلول وماكو تنوع بالهجمات، ماكو فرص اختراق، الفريق المقابل يقدر يلعب منظم بشكل دفاعي منظم، خط الوسط دايم تلقى، لربما في بعض الحالات تكون كرات عالية، لكنه المنتخب الإيراني كابتن سعد المعطيات بشكل عام يعني مع الصين 3 أهداف من كرات طويلة خطأ هدف، المعطيات مع اليمن كرات طويلة سردار يتدخل بإمكاناته، فهي معطيات بشكل عام. أنا معك، أتفق معك أنه ربما أنت قاعد تحكي على أهداف معينة صارت في هاي الطريقة، لكنه الكابتن الجزائري منتخب إيران بالعكس، منتخب إيران فريق منظم، فريق عنده خطوط قوية جدا، خاصة خط الوسط اللي هو دائما يدير الهجمات للمنتخب الإيراني، لكن يصير حالات معينة ربما انه يستغلون حالات، يعني حال السردار هذا لاعب كبير ممتاز، لاعب يملك مهارات كبيرة يعني، لكنه هذا مو دائما، ولذلك انا اشوف انه بعض الحالات اللي تصير المنتخب الإيراني كان منضبط دفاعيا اليوم، من الصعب اختراقه، من الصعب انه تنوع بالهجمات عليه، او الخيارات كانت ضيقة امام المنتخب، يضطر يلعب كرات طويلة، وبالتأكيد هاي حل من حلول، لانه احنا مثل ما تعرف انت هاي المباراة من النادر نشوف فيها فرص خطيرة كثيرة، لربما جزئيات بسيطة تحسن المباراة، والجزئيات هي الأخطاء اللي صارت بحسمة المباراة. كابتن كريم، هل الهدف الأول قتل المباراة؟ قتل روح المنتخب الإيراني؟ لا، تفاجئ بطريقة التسجيل ووقت التسجيل، الفريق الإيراني ابتدأ ما مسجل عليه، فصار عنده نوع من الإحباط، نوع من بس خطأ ساذج بالنسبة لي. 5 لاعبين يتركون الخصم ويتوجهون الى حكم فعلا. يعني ما اعرف هي الثقافه هاي خاصه بالمنتخب، يعني لاعبين يملكون هكذا خبره كلهم اعمار فوق ال 25، تعرف ذولي مختمرين مفروض يعني يكون عندهم درايه بكل موضوع. الهدف الثاني هو اللي احبط الفريق الحقيقه، بالدقيقه 67 سجل اوساكا ضربه الجزاء اللي احتسبت حقيقه، لربما الفار اجب بفائدة الفرق وأذية على الفرق الأخرى، يعني تعرف هاي حتى ما نظلم الفرق. الهدف الثاني من ضربة الجزاء هو اللي تقريبا اللي أنهى المباريات، بحيث الفريق الإيراني حاول يضغط، يحاول يعيد وضعه وتغير أسلوبه، يعتمد على الكرات الطويلة. بعد تسجيل هدفين تدري أحيانا تنقطع الكرة، يزيد حماس أو قوة الفريق الياباني. اللعب الطويل مثل ما تطرقت حضرتك أستاذ بلال، إنه دائما سردار يتابع الكرات ويحاول يقطعها ويحاول يسجل. اليابان اليوم طلعوا منضبطين، يعرفون أسلوبه، دائما عندهم قشاش، دائما لعب مان تو مان، فشوف ماكو انفرادات للفريق الإيراني على اليابان، فقط بالشوط الأول بمهارة فردية. هذه الفرصة طبعا اليوم بالضبط لو سجلت كانت تغير غلق عمل. طيب فالمهم يعني قصد الهدف الثاني وجه الهدف الثالث اللي قضى على المباراة. نكمل الحوار بعد لحظات كباتن. مشاهدينا بالتأكيد المزيد مع المستطيل الآسيوي، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم ويانا. أنتم مع المستطيل الآسيوي مشاهدينا الكرام، نعود إلى الكباتن. دعوني الآن مع كابتن سعد قيس، بالتأكيد هو معجب بالمنتخب الياباني، لكن
اليوم جدا جدا وجدا. لذا هذا سؤالي راح يخدمك. المختصر المفيد هذا عنوان للمنتخب الياباني اليوم، لكن هذا المختصر المفيد هو عنوان للتأهل للمباراة النهائية. وبالتالي عندما نقول المختصر المفيد أمامه أيضا هناك انضباط، هناك دقة، هناك تنظيم بالهجمة، هناك هدوء، لكن هذا الهدوء كله بالمختصر المفيد وخرج بنقاط المباراة وبأهداف غزيرة هي 3. نعم، هي المباراة الوحيدة اللي شفناها للمنتخب الياباني اللي كان في نظر النقاد، في نظرنا احنا كنا نتكلم على منتخب اليابان، الكل كان متوقعين منتخب اليابان من بداية البطولة يكون بهاي الطريقة، لكنه انت تشوف انه المنتخب الايراني الضجة اللي سواها منتخب ايران والطريقة اللي خسر بها اليوم راح تتأكد على انه المنطق اليوم المنطق هو اللي يتكلم. كيف المنطق يتكلم؟ انا قلت لك انه المنتخب الياباني منتخب يحمل فكر، واذا فاز 1-0 المهم فاز بثلاث نقاط، المباراة الثانية كذلك 1-0 المهم اخذ ثلاث نقاط، لكن هو يحمل فكر. مع المنتخب السعودي قدم اسوأ مباراة الى المنتخب الياباني، مع المنتخب السعودي لعب 90 دقيقة مدافع يحكم منطقته منظم دفاعيا، لكنه وصل الى مرحله تغير مستواه، نزل مع اوزباكستان بالفريق الثاني كابتن كريم، لكنه في هاي المباراه اللي هي اليوم هاي المباراه ثبت ان المنتخب الياباني بالفعل مثل ما قلت انت المختصر المفيد، مثل ما قلت حضرتك انه هو المنطق اليوم يغلب على الاداء. انت تلعب مباراه كبيره، مباراه جيده، استحواذك يوصل ل 70% كابتن كريم، تطلع خاسر، وين الفائده استاذ بلال؟ المنتخب الياباني هاليوم قدم لنا دروس، مثل ما قلت حضرتك انت قلت درس، انا قلت لك دروس، قدم لنا دروس بكثير من الامور، بالروحيه، بالتحكم، بكل شيء، حتى كيف انه يفوز في هاي المباراه، ماذا يفعل في هاي المباراه. لذلك انا اشوف انه كباتن عندي سؤال الاخير لحضراتكم. طبعا احنا نتفق بان المنتخب الايراني منتخب قوي، منتخب فنيا كان جيدا، مستقر على صعيد التدريبي، على صعيد اللاعبين، لكن يعني نقطه راس سطر، يعني اليوم لم يكن له حضور ذهني ولم يكن له حضور فني ولا بدني. هل سؤالي هنا، هل لأنه أول مواجهة صعبة اليوم كانت أمام منتخب كبير؟ والله ممكن، يعني توضحت الصورة لهذا المنتخب؟ أنه شوف لربما من اللعبات اللي نعتبرها قوية الفريق الإيراني أمام الفريق العراقي، وكانت يعني تحصيل حاصل كانت بالضبط، لربما يعني الوضع المدربين رايحة وبعض اللاعبين أو يعني بالضبط لم يدخل بها استقرار فعلا. فلربما هذه المباراة هي المعيار او هي القياس، بس هذا ما يمنع انه مثل ما قلت حضرتك انه الفريق الايراني يملك هويه، يملك حضور، شارك في كاس العالم، كان عنده حضور في كاس العالم، نفس الفريق، نفس الكادر التدريبي، نفس الاتحاد اللي مشرف على صياغه هكذا خطط استراتيجيه. فاكيد يعني اليوم تفاجئنا بمستواهم والثقه الزائده لربما هي كانت يعني كابتن سعد اللي اذته. كابتن سعد نعم، بالنسبه للسؤال نفس السؤال، يعني انا بالنسبه لي كلش مهم، يعني ايضا تكلمنا عن المنتخب الايراني سابقا بامكانات الفنيه، لكن اليوم وجدت يعني ليس لديه لا حضور ولا امام منتخب صعب. فانا اقول هنا، هل لانه اول مواجهه صعبه يخوضها؟ انا هيتك انت حتى مطرحت السؤال، يمكن قلت لك انه بالفعل المنتخب الايراني اول فريق قوي واجهه هو اليابان، يعني في مجموعته لعب مع اليمن، مع فيتنام، مع العراق تعادل بتحصيل حاصل، مع الصين، الفريق الصين بالنسبه لفرق كوريا واليابان وايران يعني ما يعتبر من الفرق المرشحه للبطوله، لكن اول فريق قوي منظم يحمل فكر واجهه هو المنتخب الياباني، ولذلك كل عيوبه ظهرت اليوم المنتخب الايراني. لان بصراحه كباتن يعني انا اسال هذا السؤال، لأن عندما جاء الهدف الأول للمنتخب الياباني أنا كنت أنتظر من هذا المنتخب الإيراني الكبير إيجاد حلول أو رد فعل أو ردة فعل، صح. لم أجد ردة فعل ولم أجد هنالك حلول، ويعني شفت الفريق تائه بصراحة. هو تفاجأ بالهدف، تفاجأ بالتسجيل، طريقة تسجيل الهدف والخطأ اللي وقع بالدفاع الإيراني،
حقيقة ما كانوا مستوعبين هذا الفكر. يعني عندنا نتكلم على مستوى منتخب كبير كان. مو ليش أقول لك أنت الخطأ اللي شفته يمكن فريق مبتدئ ما يعمل هذا الخطأ. نعم. إنه نعم. تعوف الكرة وتهتم بالحكم وما تهتم بالكرة وصار خطأ وتنظيم دفاعي يمكن 4-5 مدافعين مع مهاجم واحد يسبق الحارس ويسجل هدف، فإذا هنا أكو نوع من الإرباك صار عند الفريق الإيراني هو اللي أثر عليه أكيد يعني. حتى الاستحواذ حتى الإحصائية من المباراة تلقى متقاربة كابتن كريم. صح. بالاستحواذ متقاربة بالتسديدات متقاربة، لا أصلاً الركنيات كانوا الإيران أكثر. كركنيات كانوا أكثر منتخب ياباني، لكنه مثل ما قال الكابتن إنه هم أنا أرجع أقول بصيغة أخرى إنه تفاجأوا بمنتخب قوي غير المنتخب اللي لعب الأدوار التمهيدية. طيب. دعونا لديكم شيء آخر عن هذا الموضوع؟ وفينا كفينا إن شاء الله. نتحول على محور المنتخب إن شاء الله. يلا نعود مشاهدين الكرام إلى المحور المهم في هذه البطولة الذي يخص كرتنا العراقية وخروج منتخبنا الوطني من الدور 16. طبعا بعد أن كانت الجماهير الرياضية العراقية تمني النفس بوصول أسود الرافدين إلى أبعد المديات في هذه البطولة القارية، وكانت جميع أنظار المختصين والمتابعين صوب لاعبين لتحقيق نتيجة مشرفة للكرة العراقية، إلا أن النتائج جاءت بعكس الأمنيات والتوقعات. هذه وقفة مع مشاركة منتخبنا وخروجه من الدور الثاني للبطولة الآسيوية، خلينا نتابع. قبل انطلاق بطولة الأمم الآسيوية بكرة القدم التي تجري الآن في الإمارات، كان منتخبنا يجهز نفسه لنتيجة تسعد الجماهير الرياضية العراقية التي تعشق كرة القدم، وربما جميع العراقيين بلا استثناء يشجع ويتابع بشغف أسود الرافدين، هذا المنتخب الذي وحد العراقيين في أصعب الظروف قبل سنوات عندما توج بطلاً لكأس آسيا. وعندما غادر منتخبنا الوطني البطولة الآسيوية من الدور الثاني على يد منتخب قطر، ظهرت بعد الخسارة مجموعة من علامات الاستفهام، رغم صعود المنتخب إلى دور 16 بدون خسارة من فوزين على فيتنام واليمن وتعادل سلبي مع إيران. ومن أبرز العلامات التي رافقت منتخبنا كثرة الإصابات قبل وفي أثناء البطولة حتى وصلت إلى 7 إصابات، إضافة إلى ضعف اللياقة البدنية خصوصاً في المباراة الأخيرة. أيضاً عدم الاستقرار من قبل مدرب المنتخب كاتانيتش على تشكيل ثابت في جميع المباريات. كل هذه التراكمات وغيرها من الأخطاء في البطولة وقبلها يضاف إلى الأداء المتخبط لاتحاد كرة القدم، وهي أسباب حقيقية ضيعت على جماهيرنا فرصة الاحتفال بوصول أسود الرافدين إلى منصات التتويج مرة أخرى. أنتم مع المستطيل الآسيوي، لكن مشاهدينا بالتأكيد نحن ليس سبب في هذه اللحظات الحزينة والمؤلمة للجماهير العراقية، لابد من وجود أشخاص يعني كانوا وراء كل نتيجة سلبية وراء كل خروج. طبعا أسباب كثيرة لكن تبقى النتيجة النهائية، في أي مشاركة تبقى الأحزان قائمة معنا كإعلام كرياضيين وحتى الجماهير العراقية. أهلا كباتن في محور المنتخب العراقي. كابتن كريم، مؤخرا الاتحاد العراقي أصدر بيانا، أريد أعرف رأيك بخصوص هذا البيان، طبعا اللي يخص خروج منتخبنا ومشاركته السلبية في أمم آسيا. والله شوف، هو مثل ما قلت حضرتك على الجمهور، هذه حسرة كبيرة أنه الشارع العراقي الآن فقط الرياضة اللي تفرحه لربما يكفي ما فيه، فكنا نعول على الرياضة، ولا إحنا كنا مثل ما قال الكابتن سعد لربما إحنا كنا متوقعين الفريق ما يوصل مديات بعيدة وهم مدى الاتحاد.
يعني اليوم اصدروا بيان حقيقه يعني مع جل احترامنا لهم كان يعني بائس، انه يعتذر من الجمهور، يعتذر من الوسط الرياضي على انه الفريق ما قدم. مشكله انه هذه شنو اللي بعتها النتيجه؟ انت كل يوم تعتذر على موضوع، كل يوم تعتذر على موضوع معين، هذا ما ينطيك فد حلول. احنا نريد حلول جذريه، نريد حلول توصل كرتنا وضعها الطبيعي، تاخذ دورها الطبيعي. اذا نبقى على هالوضع وضعنا من سيء الى أسوأ. اذا نبقى وفق هذا التخطيط، الاخوان يتعاملون على رده الفعل، على التواصل الاجتماعي، على راي صحفي. يعني اليوم من اخر شيء انه بعض المحطات الفضائيه لين تكلمت عليهم، اليوم منعوهم من دخول الاتحاد. الاتحاد نعم. ما يصير، هذا مو من حقهم. هذا كره قدم مال الشعب العراقي، مال الرياضيين. كنا من حق الصحافه والاعلام ياخذ دوره ووضح الحقائق. هذه الحقائق كان ظهرها للشارع العراقي، هذا حق مشروع لكلنا. على تصرفات اللاعبين ولو جزئيه بسيطه، انه راح يعملون لجنه. منين هاي اللجنه؟ راح يجيبوا لك لجنه ممكن اصدقائهم او محسوبين عليهم يحققون بالوضع، يقول لك خلاص. وانت اكو عندنا معلومه صارت بالعراق جديده، تريد تذوب موضوع تنهي، اعمل لك لجنه، سوي لجنه، انتهى الموضوع، راح ما طول سوي لجنه يحققون بها، اذا الموضوع ينسى الموضوع ونسى الموضوع. كابتن سعد، والله انا احب اختصر بهذا الموضوع. يعني هي في كل بلدان العالم، في كل بلدان العالم لما يصير اخفاق بهذه الطريقه المفروض الاتحاد يستقيل، لانه اكيد اكو فشل، اكيد اكو مشكله، اكيد اكو خلل. واحنا الخلل اللي نشوفه قدام عيننا، يعني مو بس اللاعبين، يعني من سنوات ما سمعنا اي مسؤول يتحمل المسؤوليه. يا اخي تمشي في شارع، في شارع في اوروبا تمشي، اذا شارع بيطسه، خلينا نحكي بالعاميه، اذا بيطسه حكومه تستقيل على مود هاي المشكله. اذا طسه سببت لها مشكله يعني بالضبط للمواطن. طبعا للمواطن، انت اليوم انت بطوله هاي كل اربع سنوات تصير، انت تجيب هاي بعد كاس العالم، بعد كاس العالم بهاي الطريقه، خلينا نقول المعيبه والمحزنه في نفس الوقت، على التصرفات اللي صارت من لاعبين، وكذلك عدم التزام، هاي كلها يتحملها الاتحاد. طيب دعوني اذهب الى بغداد وعندي بعض الانطباعات للجماهير، ونعود لنكمل الحوار عن المنتخب. مشاهدينا، الى العاصمه الحبيبه بغداد، حيث شخصت الجماهير الرياضيه ما حدث في مسيره منتخب سود الرافدين في البطوله الاسيويه، اذ وجدت بعض الاراء بان لاعبينا يجب عليهم ان يتجاوزوا هذه الكبوه، فيما رات مجموعه اخرى بان المنتخب يجب ان يكون تحت دعم ورعايه كبيره من قبل مسؤولين مختصين ومعنيين من اجل النهوض بواقع الكره العراقية. إليكم جانبا من آراء الجماهير العراقية، خلينا نتابع. طبعا احنا المنتخب العراقي يعني مع الأسف، مع كل الأسف، يعني هسه منتخب صاعد نهائي اسحب أربعة مصابين. ليش أربعة مصابين؟ عندنا هواي نوادي وعندنا هواي لواعيب مظلومين، اقدر اسحب اي لاعب من هاي النوادي واكون فريق براسه خير. ليش هال المصابين ذولا أربعة مصابين وكل ساعة واحد قاعد بكى طلع، قاعد بكى طلع، احنا ما مستفادين شيء منه. اسحب من هاي النوادي اي لاعب، هواي عندنا لاعبين مظلومين، المدرب ما بي اي اشكال، مدرب اوكي وخلص شغل يشتغل، بس الاساس البلد الاتحاد دائما بكل شيء معارض، اللي هو يتصرف بكل شيء مع كل الاسف. بس خلوها شويه، يعني شويه كافي، ترى تعبنا والله تعبنا. طبعا المنتخب العراقي كنا متأملين به خير، وكنا نتمنى الفرحه من عنده، بس للاسف يعني طبعا هو الضعف كان بالصوره اللي كلش يعني كانت على الجولش، لان الضربه اصلا يعني مو ذيك القوه، فهو كان يعني يقدر يصدها، بس شوي هو ثقيل للاسف يعني، والمدرب شوي عنده اخطاء. والله الصراحه يعني المنتخب ادى مباريات حلوه، شباب يعني ان شاء الله لهم مستقبل يعني كبير، بس التقصير كان من المدرب بصراحه. يعني فاجئنا بهاي اللعبه الاخيره، يعني ما صورت ليش تبديلات، وان شاء الله القادم افضل. بالهجوم ضعف، بالهجوم قوي، يعني لعب مهاجم واحد بس.
اهلا بكم مع المستطيل الاسيوي ومع محور منتخبنا الوطني ومشاركته الاخيره وخروجه من بطوله امم اسيا. نعود الى الكباتن. كابتن كريم، يعني قبل قليل الاتحاد اصدر بيانا، لكن الاخبار الى يوم امس لم يتواجد اي عضو في مقر الاتحاد. ما اعرف هذا البيان يعني من عبر التليفون للبيت، يعني التليفون الارضي يجوز مول شوف احنا شوف مع الاسف اخوان، هو الفوز بالانتخابات انت ممكن تصيغ فوزك وممكن تعمل التكتلات وممكن تجيب الدنيا تنتخبك، بس احنا نريد عمل. اذا هنا العمل، انت تتصدى المسؤوليه، تتحمل الملامه، تتحمل كل ما يقال، كل ما يصدر عنك من الموضوع. يعني شوفنا الان تخبط، يعني شوف النتيجه الان مثل ما قلت حضرتك، ماكو احد بالاتحاد، ما حد يواجه. المفروض يكون هناك مؤتمر صحفي تستقطب كل الاعلام، يكون بمقر الاتحاد، يوضحون الاسباب اللي ادت الى ما ادت اليه. الان اكو شيء بالافق انه الاستغناء عن المدرب، وهذا من الاخطاء الفادحه حقيقه. راح يزيدون طين بله بهذا الموضوع. انتم ما صار لكم 4-5 اشهر متفقت مع الرجل، واكو شرط جزائي. مين المسؤول عن هاي الفلوس اللي راح تصرف بهذا الموضوع؟ عندك 4 اشهر رواتب وشرط جزائي واستحقاقات، مين يتحملها؟ الاتحاد يتحملها؟ لو ميزانيه الدوله، لو اموال الشعب هذا. فاذا يجب ان يحاسب كل من اتفق مع المدرب وخطط الاستراتيجيه يعمل لنا بعد فتره. هو الرجل توضح بهالموضوع، قال انا ما عندي عصا سحريه، ممكن احقق لهم كاس اسيا بقدر ما اني ممكن على تصفيات كاس العالم بهالموضوع. طيب، فمع جل الاحترام لاخواننا يجب ان يكونون جريئين ويواجهون الجمهور. السؤال لحضراتكم، طبعا انتم بهذه الخبره وهاي الاسماء وهاي التجربه الكبيره في عالم كره القدم، انتم مع ابعاد المدرب كاتانيج ام بقائه؟ والله انا بالنسبه لي اشوف لا غلط، لكن هو المشكله انه انت صارت هاي محفوظه يوميه. احنا جايبين مدرب اخفاقه واحده راسا، انت مطلعه تعال لازم تدفع له شرط جزائي لازم هذا غلط، هذا مو شغل. يعني انت اي فريق شارك بالبطوله، اي فريق، اقل فريق مدرب مستقر مع اكثر من 6 اشهر، جابوه قبل 3 اشهر من البطوله، يمكن قبل 3-4 اشهر، هذا مو وقت كافي، هذا هم تخبط، هذا عمل مو صحيح. انت يا اما تجيب لك مدرب تستقر معاه، لانه انت حتى يكون الشغل يعني حتى مرات ينباع على المنتخب، نقول المنتخب يحتاج للكثير، منضبط دفاعيا لكن هجوميا عيوب كثيره. ولذلك انا اشوف مثل ما قال الكابتن كريم بالضبط، لازم يكون هناك مؤتمر صحفي، لازم تتوضح الصوره، لازم تتوضح الامور، ولا احنا ما يصير واحد واقف على المقصوره يغير باللاعبين، واقف على المقصوره يغير داخل اللاعب ونزل اللاعب، هذا وين صايره؟ عفوا شنو يعني يعني شنو يعني بالمقصوره يعني نعرف هاي الخبر؟ يعني عضو بالاتحاد واقف لك على المقصوره؟ نعم. يعني هاي الدوله كل مواقع التواصل الاجتماعي، مو فقط انه انا دحكي من عندي. نعم. يعني الدوله انه شخص من عضو بالاتحاد واقف بالمقصوره اثناء التبديل انه ينزل، يعني يساهم بالتبديلات بالضبط، حتى ينزل احمد ياسين هو غير التبديل، هو قال له تنزل علي حصن اللي هو زين. كابتن يجوز هو عضو الاتحاد لاعب منتخب وعنده خبره؟ لا عزيزي، هو لا لاعب منتخب ولا له بيها ولا يدري بالطوبه اصلا، لكنه احنا بدنا نوصل الى محرق انه وين المركزيه؟ هو القرار للمدرب لو لاعضاء الاتحاد. ولذلك هذا اكبر غلط لما يدخلون في عمل المدرب بعدين باي اخفاق يجقلون انه الله وياك ثم الله، هذا مو هاي مو شغل. واخر بدعه استاذ سعد، اخر بدعه يعني السيد رئيس الاتحاد قال راح نجتمع احنا كاتحاد ونقرر مصير المدرب. زين انتم ناس مو فنيين، ما لكم علاقه في كره القدم، كيف تقرر مصير المدرب؟ غير اكو لجنه فنيه هي اللي تقرر مصير المدرب. رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد قال نجتمع احنا كاتحاد ويساهم بالتبديلات. كابتن مو بس هاي، كابتن سعد منو يساهم بالتبديلات؟ لا هي مو بس هاي، عفوا اكيد الكابتن كريم عنده علم، يعني تسيب صار تسيب كبير طبعا. يعني طبعا. سهر صح. لاعبين في ملاهي وامور يعني والله حتى الواحد عيب يحكي بها كابتن بالتلفزيون، فهاي الامور بالتاكيد هاي من المسؤول عنها؟ طيب يعني انتم تحسون بين فرق بين الجيل الامس واليوم من ناحيه الانضباط؟ اليوم من يتكلم الكابتن سعد قيس وهذا الاسم على طبعا التسيب، انت اليوم داخل في بطوله قاريه كبيره، وبالتالي مثل ما تفضل خروج بعض اللاعبين او السهر مثل ما تفضل، ولكن بالتاكيد لم تكن هنالك ضوابط ولم تكن هنالك يعني مركزيه بحيث الفريق لديه ثوابت في الأكل في النوم في السهر إلى آخره. أنتم في الأمس كيف كنتم تتعاملون مثل هكذا بطولات صغيرة أو حتى كبيرة؟ أستاذ بلال، هذا يعني عدم الانضباط مو وليد اليوم ولا وليد الدورة السابقة ولا هاي الدورة، إنما وليد
ارث كبير من 2003 لحد الان ما في كسر يعني. طيب صار التمادي وصار فيه. الان التمادي اللي صار بالفتره الاخيره زين، انتم اربع اعضاء اتحاد كنتم مع الوفد، وين كنتم؟ المفروض تكون بالفندق. انا ذكر ثامر محسن الله يرحمه كان يانا بالفندق يقعد باللوبي، وين طاب وين طالع لحد ما ينوم الفريق كله بكل البطوله، ينوم الفريق كله. بس اخوان ما عندهم تجربه، ما عندهم فكره، ما عندهم كيف يتعاملون مع اللاعب. يعني بعض نجوميه اللاعبين اكثر نجوميه من اعضاء الاتحاد، كيف التعامل مع هذا النجم؟ فهنا المشكله، هنا التفاوت بهذا الموضوع. يعني تدري العمل الاداري جدا مهم. انت لما تكون عملك اداري منظم ومبني على اسس ومبني على معايير معينه، صعب يكون عندك عمل فني بهالموضوع. ولا ما ممكن انت تخلي شماعه عندك دائما المدرب هو اللي هو المسيء. لا لا، المدرب مو مسيء، مدير. طيب. انا اتفق مع الكابتن ان ما بعقاء المدرب لان عنده فكر. طبعا وانتم يعني نتكلم على الانضباط، عندي هذا خبر سريع. يعني هنالك تضارب بالتصريحات من قبل اعضاء الاتحاد، يعني رئيس الاتحاد حمل اللاعبين المسؤوليه تصريح، بينما النائب علي جبار يحمل المدرب الاخفاق. من جانب اخر عضو الاتحاد سعد مالح شبه خروج منتخبنا بخروج منتخب الارجنتين من الدوره الثانيه في كاس العالم. يعني طبعا هذا ما اعرف انا، بس اعتقد يعتبر تخبط فقدان يعني للنهج المركزي في آلية عمل الاتحاد. أنا الوقت سرقني، لكن لدي بعض يحسك بالفوضى. هاي الفوضى هي دقائق عن اللقاء يوم غد. إذا الزملاء جاهزين يطلعونا بجدول ترتيب أو جدول مباراة يوم غد، مباراة مهمة أيضا مشاهدين الكرام، فيها يعني المنتخب العربي القطري والمنتخب العربي الإماراتي. إذن مواجهة عربية خليجية يوم غد، والإمارات قطر في 5 بتوقيت بغداد. كباتن بشكل سريع توقعاتكم لمباراة غد. والله أعتبر الديربي خليجي مثل ما قلت حضرتك. لربما الوضع تعيش الإمارات أفضل ما تعيشها قطر فنيا ورقيا قطر. نعم. بس وضع نفسي، تحشيد إعلامي في أرضهم، جمهورهم، لربما يفاجئون الفريق مثل ما فاجئوا فريق أسترالي. أتوقع راح تكون مباراة صعبة، لربما تروح على الوقت الإضافي تقدير الشخصي، أو لربما قطر لها دور بهالموضوع. كابتن سعد ما أتوقع قبل فترة قبل فترة توقعت أن ياباني وقطر تكون على النهائي. بس يعني أنتوا يعني اطمئنوا، لأن يعني المحور المنتخب يراد له حلقات في يوم غد ان شاء الله، وحتى اعرفكم عندكم الكثير. لا كابتن، احنا من نحكي مو هدف تسقيط احد، هم كلهم اصدقائنا وكلهم نحتز بعلاقتنا بهم. اعرف علاقتك بهم طيبه. يعني خلافنا على العمل، خلافنا على التصدي لهذه المسؤوليه، لانها مسؤوليه كبيره، ليس فقط انه تترشح وتفوز ويجيب ناسك ترشحك، هذا وراها مسؤوليه كبيره. مع الاسف ما توفقوا بهذا الموضوع. احنا والله قلبنا محروق على تاريخ صح. وسمعه الكره العراقيه صراحه. كابتن كريم اشكرك شكر جزيل. الله يبارك فيك. كابتن سعد ايضا شكري واعتزازي. اذا مشاهدينا الكرام، لم يبقى لدينا الوقت الكافي، ولكن باذن الله في حلقات مقبله سنكون معكم في الحدث والتفاصيل. تقبلوا تحيات أسرة المستطيل الآسيوي، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.